قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم النار الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون قال والد سيد يوسف رفاعي يقول الحمد لله أفرأيتم النار التي تورون يعني تطبخون أأنتم أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ملك الملوك الله أكبر نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم قال والدي أشر كذي الحلقوم يقول كذي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين شيخ ولي الدلامي كان فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم فتح العام بيعقوب اي والله فتح مفتوحة الى يوم يبعثون فتح لرحم أمواتنا أموات المسلمين أجمعين سيدنا رسول الله يرحم الشيخ خليفة الدعيج الصباح ويرحم كان شاب لطيف وكان يونس الناس الله يرحمه وما كان يتقبل النقد سبحان الله شخصيته كان في ناس الله يهديهم كانوا يقطون حكي لكنه هو الله يرحم الفاتحة والجميع الله يرحم الجميع نعم إن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آمين قل والله وحد الله مدد يا أسيادي يا أسياد الحضرة رحمهم الله والشمس شقالة إلى يوم يبعثون ها سعيد تدعي عليك الدعاء سيدي اطلع باللي عندك يا رب اللهم ارحم أمواتنا وأموات محمد المعين علي صوتك سيدي أنت من الناس الدراويش المجال شيخ الشرقية سيدي أبو خليل وسيدي هيكل وسيدي أحمد عمر هاشم آمين آمين يفرحوا فيكم كان الوالد درس الذكر شيخ المنوفية يقول يفرحوا باللي جيهم آمين آمين إلهي يا رب يا رب آمين اللهم اجعله روضة من رياض الجنة آمين يا رب يسر حسابه آمين اللهم اعطيهم كتابهم بيمينه آمين يا رب أخذوه الحمد لله اللهم اعطيهم كتابهم بيمينه يا رب إلهي اللهم يسر حسابه اللهم اجعل قبره نورا اللهم تفوز عن سيئاته آمين آمين يا رب اللهم زد من حسناته اللهم زد من حسناته آمين آمين اللهم أدم كان الوالد يقول أدم ديام الرضواني عليهم مدنا بالأسرار التي أدعتها لديهم شوفوا يا ناس هنا الدنيا وهناك الشارع شوف الخط السريع شوف مقبل أبو صلاح شوف الدنيا ناس رايحة وجاية هاي خط العراق صايع الجهرة شوفوا الدنيا اللي هناك ما يدرون باللي هنا واللي هنا ما يدروا باللي هناك ولا يدروا يا شيخ المنوفية واليوم بصرك حديد لا
حداد. تقول حاجة يا شيخ مقبل. الفتح عليهم راح الفتح على روح أمواتهم وأمواتنا المسلمين أجمعين. آمين. مشيخنا الكرام وسيدنا رسول الله من الفاتحة. فاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. آمين. كل من على فان كل من على فان كل فان. إن متاع الدنيا قليل. آمين. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آمين. الله يرحم الحج آدم الدسوقي تتذكر أنت تقعد معه بدون توالي مصرية ومسي زبير من العوام ويقول اللي عاوز حاجة يصلي ركعتين لله. ذكر شيخ المنوفية كان يقول للملك يقول للزوجة الاستغفار وكان يقول أنا عايش ملك سبحان الله عايش ملك كان يلا الحاجة اللي عايزها كان بتجيله اي والله يقول تجي القرود دب يدبوها على الباب تيجي لعنده الله يرحمك يا محمد سيد خليل الرفاعي اخر واحد اتذكر برمضان دز الاغراض وايد ناس البدي وغيرهم اتذكر عطى حق اخوي الدكتور يعقوب وايد ناس كانوا يوصلون امانات له البركه فيكم يا اهل الكويت والجميع من يعمل صالح ويعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى من ينفق فانما ينفق على نفسه ومن يبخل فانما يبخل على نفسه مدد بس